لسه مع الدوري المصري بقى واتحاد الكوره، لكن المره دي من ناحيه تانية. الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات اللي حتى الان قال لو لم يعتذر اي نادي عن الاشتراك في كاس الرابطه الانديه، قال انتوا معاكم فرصه قبل القرعه، بعد القرعه خلاص. قال انه لم يتم فرض على اي نادي ان هو يشارك في البطوله. وقال رئيس لجنه المسابقات في تصريح صحفي ان قرعه كاس الرابطه يوم 15 ديسمبر الجاري، ومن يريد الاعتذار عن عدم المشاركه لابد ان يعلن قراره قبل اقامه القرعه. وكشف كمان الحاج عامر حسين ان هناك فكره لاقامه نهائي كاس مصر يوم اللي هو كاس 23، يعني اللي هو الكاس القديم، المقرر اقامته يوم 13 مارس في الامارات. مؤكد ان الدوري المصري سيستمر خلال اولمبياد باريس. طبعا احنا عارفين ان الاولمبياد مش اجنده دوليه، فعادي البطولات كلها بتستمر عادي. وواصل رئيس لجنه المسابقات ان مباراه القمه ربما تؤجل عن موعدها المحدد في فبراير المقبل حال وصول الاهلي لنصف نهائي المونديال. برضو ما هو احنا عارفين جدول المونديال، برضو احنا حاطين المونديال باين من بدري بالمناسبه يعني. وشدد عامر حسين انه رغم الموسم المزدحم وكثره الارتباط ستنتهي البطولات او موعد الدوري المصري في يوم 30 يوليو المقبل. برضو دي يعني الاحسن ما تتقالش، لان هي لو اتاجلت هتبقى انت قلت قبل كده حاج عامر، طبعا كل الاحترام ليك، ان في يوم 30 الدوري هيخلص. طب لو خلص الشهر اللي بعد كده، وده الاحتمال الاكبر، لان احنا خلاص بقى هيتاجل للاهلي وهيتاجل للزمالك وهيتاجل لبيراميدز وهيتاجل لفيوتشر، لان هم في بطولات افريقيه وفي تغييرات من الكاف بتحصل كتير الفتره دي. ماتش مثلا الكاس اللي انت هتحطه، ما برضو ما هو ده هيخليك ترحل لده وترحل لده ماتشات. نفس الكلام كاس العالم للانديه الاهلي، في حاله لو اتاهل هيتم تاجيل ماتش اللي هو ماتش الاهلي والزمالك. طب احنا يعني ليه في حاله لو دي اساسا؟ يعني قصص غريبه جدا يعني.